بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان واكي بقول تضوية صدنات وكمذا من شرح صحيح مسلم رحمه الله تعالى. باب متى يقوم الناس للصلاة، وعباب هاي دتك قرمي ويستاغي عن صلاة. وحدثني محمد بن حاتم وعبيد الله بن سعيد يعني بن يحيى اليشكري قال لبدا ودد وحيدا ان حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن الحجاج الصوافي حجاج بن ابي عثمان الكندي حدثنا يحيى بن ابي كثير الطائي وقد صرح بالسماع عند احمد والدارمي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن ابي قتاده عن ابي قتاده الحارث بن الربعي قال وحول الصحابي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اقيمت الصلاه صلاتها دلو اقيمه فلا تقومها جوك سننها استاغين حتى تروني الى ديغاركتين ان صوبحي. وقال ابن حاتم محمد بن حاتم الميمون وحول اسوغ وعبيد الله بن سعيد وصن أرنين إذا أقيمت أو نودي، إذا أقيمت للصلاة صلاة هذه الله أقيم أو نودي للصلاة صلاة الله أقيمه فلا تقوم حتى تروني. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي عن معمر أبو عروة اليماني قال أبو بكر بن أبي شيبة حولي وحديث كيسي وحدثنا عليا أبو بكر بن أبي شيبة يا مرلبات كعليول وحدثنا ابن علية للشيخ سوري سفيانها أي حكول ريا هذا ابن علية إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن حجاج بن أبي عثمان حجاج الصواف كورة مرتين وهي حا قال مسلم حلو وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي أخبرنا عيسى بن يونس يعني ابن أبي إسحاق السبيعي وعبد الرزاق عن معمر وقال إسحاق حكلا إسحاق يلي مرلبا سام إبراهيم أخبرنا الوليد بن مسلم الدمشقي القرشي عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي كلهم رمانتود عن يحيى بن كثير الطائي كلهم يكوذا معمر إيوه حجاج بن ابي عثمان يا كله يا عبد الرزاق عفوا شيبان باودن بي معمر معمر يا حجاج يا شيبان كلهم عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي ابو قتاده رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وزاد اسحاق بن راهويه وحكر في رواياته ورنت ورني حديث معمر وشيبان وحوكو دري اللي اسحاق بن راهويه في الروايه عن معمر ولا لو ذاقي وسفيان بل لو ذاقي سفيان اي لو ذاقي وحكوا لو ذاقي عبد الرزاق عن معمر مركا اسحاق هو شكر ليب وكو شيغيا. وزاد اسحاق في روايته حديث معمر الا اسحاق سوى حديث وحكى قادني يونس عيسى يا عبد الرزاق اي كقادني مركا أصوح قدري في حديث معمر وشيبان حتى تروني قد خرجت حتى تروني إلى أركتان قد خرجت أنا وقرية كصوبحي إلى قرية أن كصوبحو يا لتشوك سن ولا استاغن محايا لا استاغ وكدالي كرتان أنت صدني سكتان وذكر رفاض النبي مر عليه الصلاة والسلام. رواية خارج الصحيحين وورني أحمد بن سنان الواسطي عن القطان يحن سعيد القطان كرة صومرتين عن الحجاج الصواف إلى آخر السند وحكجره إذا أخذ المؤذن في الأذان فلا تقوم حتى تروني. إذا أخذ المؤذن في الأذان أدو مؤذن كأذان كما باللابو ها استاغن إلى دركتين أن صوبحي ها استاغن إلى أن صوبحي. حدثنا هارون ابن معروف المروزي وحرملة بن يحيى التجيب المصري قال حدثنا ابن وهب عبد الله أخبرني يونس يعني
ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزهري قال وحور ابن شهاب أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري سمع وحور أبو سلمة مقلي أبا هريرة يقول له أقيمت الصلاة صلاة دي الله أقيمي فقمنا وأنو استغنى دان صحابتنا يا مسلمين تكنيي فعدلنا الصفوف صفك أيان توسنون هجاتنون سني قبل أن يخرج إلينا رسول الله أنتو سنوصوا بحين رسولك إلهي كهر فأتى رسول الله رسولك إلهي بايمد عليه الصلاة والسلام أصاب حيوه حتى إذا قام في مصلاه إلى استاغي ماشو كنت كان مصلاه أي مكان صلاة وماشى محرابهان تاهيدا قبل أن يكبر حتى إذا قرت قام استاغ عفوا في مصلاه ماشو كنت كان لا قبل أن يكبر أنت صنحلان تكبيرة الإحرام ذكر وحبو حسست صوبانو عليه الصلاة والسلام إنه جناب قبو حسستي فانصرف وقدمه كان قد محراب كيو قرق سيبو كل أبطي وقال لنا وحنا نقول لي مركو دقاقي مكانكم كنا قادة مشى تاقنتي لازمة هلكا تاقنتي فلم نزل ما ننكزوا للقيام إلى نقيد تاقنا هاي ننتظر صوبانها نكرون إنه نوصل لابطه حتى خرج إلينا إلى نوصل بحي وقد اغتسل أصدق صوم ويدو سوق بيستي وقد ينطف انتبوا الله أخريا أصدقوا قب علينا نطفقوا بيها مركي كادر إليا كاتف تفقيا مكاد قبيسوت ينطف رأسه ماذا حيث أصدقوا تفتفقيا أما قب علينا ما أنبيو بعض إن لقودين لكسريب وعلى بلق الصمال وإلى ظهير وحبو كل فتئي وكل فتئي بواتر عن صوما قل يرد هوست والديهن قل يقدن والديهن وحبو رف صدي يور رف صدي بيكالتاه وكل فتي وكل فتي با ثم ترى بفشد يا إلى هذا ورد كسرية رجال كعي يرمدو دول كاس يربري رد رجال بيت بقودا كونفرد ما قان إني قدان إني هوس دقان يا دمشق أيه ورك سودة خير وإلى يوم لغات كنون وإريادة إذن كوا استعماشان وكلهم بعربتنا اللي هذا اللهجات كل دين شيء وانتاو أبا حد وأيضا اللي تشيدوا لما ذي أبحد أيضا اللي يجينا ولا سوق جابي أبحد في وقوي بين هذا يا أبحد أبا حد صوما يدو لما ذي يدو متك لقر ريبون صوما مركوا اسكال لهجات كاول فكبر نبي ووحد لتكبيرة الإحرام فصلى بنا صبنا وانا تجيي عليه الصلاة والسلام وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم وحدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي عبد الرحمن حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أقيمت الصلاة صلاة دبا الله أقيمي وصف الناس ضدك با صفتي صفوفهم الله يمنك ودبا صفتين وصلاة دبا ويستيقن الله يمكن واتوسيه وخرج رسول الله رسول الله صباح يقول لي سك صباح فقام واتوك سد مقام ماشي ومد كنت جن لا محراب كبو استاغي فاوما اليهم صحابه ابو امي داري فاوما اليهم الى الصحابه بيدي قعنت سبو اشاره محو اشاره ان مكانكم اي الزموا مكانكم هل كاتاغنت جوغا واثبتوا فيه فخرج صبنا وابحي وقد اغتسل فخرج النبي وصبح عفوا وصول لابتي وقد اغتسل أسوغو صوم مايدي ورأسه مدح سنة ينطف الماء بيو تفجنيه أما بيو تفقني فصلى بهم تفقني تفجن واتر هذا جين يقاف واللغات كنا فصلى بهم صحابة ابو تجيي صحابة يمرك أيضا تجيي حديث كابورينا إسرائيل رواية كيسة وحدثني إبراهيم بن موسى المروزي
عفوا ابراهيم موسى التميمي. أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزعي عبد الرحمن عن الزهري محمد قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة أن صلاة كان وحي تقام تلو استاغو لو أقيم عفوا لو أقيمه لرسول الله رسول الله لو أقيم تري مركي أدي أصق الله أركو. فيأخذ الناس صحابة وحي قادن جرين مصافهم ما إله كسفن جرين الله إنك بيبوحن جرين وي قبل أن يقوم النبي إلى النبي أصوغ النبي ولي وسن استاغين مقامه ماشو استاغي لها نبي الله أركبه ولا أقيم جرين تذكر الله إنك يتوسن جرين نبي ولي استاغين قوبتي وكتكن لها أن ولي استاغين. حديث كان مركا أبي هريرة حديث كيسي يكي أبي قتادبة اسكو معنا يكدو الوريغيا اسكو معنا يكدو الوريغيا كارو اسكعد يايو نبي حول عليه الصلاة والسلام صلاة ده هدي الله أقيمه ها استاغنا إلى أنا قاد أركتان إمامك هو الله بحالون إن مسجدك إمامك أكتشرو يونو مسجدك كم بقين ياي يونو مسجدك كم بقين ياي حديث كان هذا وحكاها الله يا مركو إمامك مسجدك كم بقين ياي أما قولوا يسي أكيمنا يا أما سوق أكيمنا أما ملكة أكيمنا يا أمركا مسجدك أسن كتشرين هدوس الإمامكم مسجدك كتشرين مأدنكو أقيم المهيو إلى إمامك لا أركو تذكر استاغي مهيان إلى إمامك لا أركو علاظنا وحاوي عند أهل العلم نبي استاغا يقطن عشاء لقطن سي هاي إمامك اللوه غني اللي سوغي أيا خلط على شرع وحي دي دي إن روح لو استاغو إن روح إيه لو استاغو ورقن كنبي حلو يهودي النصارو يري فارس يري كسرى ويروم رقم كودوي ثانيا وربا كتشرة إمامكم يسكس وضعنا يسرى يا أما أم قيا يا أما هؤلاء أي قبصتي إن نقول عن قطن الله بتركيه ثم قرح سنو مرك الله يسكس فرديو صلاة بالكجرتان وردية قرآن كنا أخرستا إمامكم مركو صوب قالون با الله أركان لتشوك سنة يا مؤدين كنا وأقيمية معنا اسمرك وعدي وبنانكو يا علدنا والله عدي هدي لا أقيمه هدي لا أقيمه قرمي مس استاجي أن مركا إمامكو هدو مسجد كجرو وحاول أنك سمرك أسوي استاجي لا استاج مسجد كهدو كجرو إمامكو فرديه وحاول أنك سمرك أسوي توك سد استاجون بينو استاجين هدو مسجد كم قنيه أنا مركو سوق لنا أرجعنا بينو استاجين معناها سبناكو يلا طيب لكن أقيم دا يزومالي رقم كده تمك الله أقيم إن بقول لي هذا وأنا مسألة السلف كه الله إنه خلاف بدن بأكتشرة على قي بعضه بفديا إمامك وصوت قاله كده من مركز النهي جوا أن كبحنا ها استاجن إلى أركتا نبيك استاجا مدين وهذا أركتا استاجا مدين يا الله خلدنا هذا الله سعو إمامك مركز الله أركو ولا يستاغي كرا ولا يستاغي كرا وانا هي لا فدي كرا و خو نبي ديده كليا او ان امامكم لا ارق لا جوكسدو انتا سو ديده مركا لا اقيم مركا غورما لا يستاغي يا مركا صلاه لو يستاغي مامومين تا يستاغي مساله اد ودبدن اد لو دغال انغا شافعي وركنا وا اوغتين اقيما دا مركا لا دميه يستاغيسا مرك الله ختم أقيمات أيد استاجسنا رأي مشهور عند الشافعية واتقن جماعة من السلف ورأي كسور جذا وحي طرفان كيس دوريا نكور مرينا وحي ليهين أقيمات دا مرك الله بالله بلا تشكسنية الله أكبر الله أكبر ويدا إمام كبا أقيمات دا أوب بالله بك بالأورنية شافعين ما حيتري إلا الله دم إلا جوكسن ماي نما كنا ما عيد هذه دبنها بالله صاروا أقيم الدا وإن لا يستاو جماعة من التابعين آذوا فربضن برايا كتغي عمر بن عبد العزيز باسيدا قبي سالم بن عبد الله بن عمر باقبي عراق بن مالك باقبي رقبضن برايا كتغي
أبو قلابة نقول ذاتك تقاني عبد الله بن زيد الجرمي باكسيدا كتغي محمد بن كعب القردي باقبي ويبدين سليم بن حبيب باكمدا جماعة من التابعين صحابي اللي قسوا قوري ولي ما أرق أما هديك لما حسوسته رأيك صدحات وحورنا إياه قد قامت الصلاة مرك اللي جداد استاقي قد قامت الصلاة مرك اللي جداد يي مأمومين تشوك سنة ينو بك ورنا يصفقنا بالسمية رأيك سانو كردق ما انتو ان لباطن سنة ونشعر هاي وليوكو كتين باتشورو كردي استاق رأيك وحانوش على السحابة اللي قسو قوري ولا مخالف له وحلق سو قوريا ويكسو قنتهي أنس بن مالك وحيكسو قنتهي حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لبس حبيبي يكسو قنتهي مركي قد قامت الصلاة ليلة إني بود شريب مؤدنهم مركو قال قد قامت الصلاة كان أنس يثب وبود شريب حسين بن علي بن لما استاكت سكبر هلا قال ماشي لو بود شريب قد قامت الصلاة صلاة دي وي قشي وي استاكتي كعو ويالك أيضا رأيك صحابة قبا أحمد بن لقسو قوريا جماعة من المحدثين باتاقيرا وانا رأي معنا هان قرح سن صحابنا وكسو قنيا أساق أول أكس ورك الشافعي هم سيد اللي هاي وات رأي أفراد باكر ورنا يوحال لإستاغي حي على الصلاة ولو إستاغي حي على الصلاة ولو تشوك السنة حي على الصلاة مركو يجيد هذا مؤدن كبي مأمومين تو إستاغي قد قامت الصلاة مركو قارن إمام صاد وين وحده يجيد هذا نمانك واثق قرن إسان بن عمرين نمانك أزي وأثق قرن إنسان حنفي ريكو فور كودي ريكو فور كودي إمامكم مؤدنكم مركو يداد حي على الصلاة حي على الفلاح صلاة أش أكالي وأسو دقدقة اللي يري قلب مركب إستاك ضد ثيف ورد حي على الصلاة ولا يري هدي أمرك ماذا قاد عنين صلاة أكالي وأسو دقدقة اللي يري سوق قابلة هل كبوت بيديه قد قامت السلام مرك اللي يدهدنا سيس كوا فقدو واقع اي واحد شيكتي ما ادنو امامكم انو صلاه دقلو هذا قول ما صف الله سمها هي حي على الصلاه هذا انو كيستاغني قد قامت السلام صلاه لوكو غلي قول ما صف الله هاجي صف الله سمي ايو ضم انين ايو صفه صلاه النبي حنفي اكتظ ويقدمت واوقتين عقوس مشغول ماي أيضا سيدات جماعة من التابعين والرياق في كسو قوريان أصحاب عبد الله المسعود بلغ سو قورشا إبراهيم النخعي بلغ قوريا حنفيو دو مركا نمان كل قوة اسكاشف حسنا يامي هي تابعين رياق وفا ولي أرضي عبد الله بن مسعود يا لقت يكورنيا رأي شناد باشر مقام مثل بين مرين أفر رأي شناد باشر مثل مالك وأهل المدينة وحيد وحاد شكتو ورد العليس وي على قدر طاقة الناس هل هو الداي نينك دلن يرى حلق دون هبوضو وضيقو هسكسو الرقان صدو نول بحلو وكعي كره كعو مالك بن أنس أبو عبد الله وعلي هاي قد قامت الصلاة أنو حديد مهي حي على الصلاة حديد مهي إقامة مركز لماتنا حديد مهي باللون قوان ما يوحان ليه هاي على قدر طاقة الناس شنتا مذهب كجرة مركي استاقي لهايين قرمي استاقي ينضدك مأمومين تا وحيد الله في عم بنو مالين يا مذهب كسحابة ايو متك مالك بايد الله قول حسب بنو مالين طيب كم مالك محلكم ماكتين وسهلية هذا يرضع عصلاتي وسهلية ايو هاي أضوء المهم إمامك وأضوء الصلاة ومساعدك كل حشره
ilaa asagu istaagay inaan la istaagin baa adaabta iyo akhlaaqda ku wanaagsan. hadduu maqan yahayna nas baaba ku yimid inaasaynu kaga tegayna. waxaa kaloo marka xadiidka ku jira qiyaam la ogol yahay inuu jiro, markanoo kale imaamka ay qabsato intuu safka galo uu mixraabka galo uu xusuusto inuusan weyse qabin ama uu janaabo qabo, intuu maqan yahay istaag waan ku sugi karaa. istaag iyo joogsiga layska reebayna ma ah. kii la reebay manhiga ah ee kufaartii ahlu kitaabka lagu waafaqahay iyo acaajimtii lagu shabahay aan dhaho ma aha, waa ka duwan yahay, cillo kaloo khaas uu leeyahay. waxaa kaloo ku jira fiqhiyaadka ku jira in aysan dhib lahayn in la kala fogeeyo ay kala go'aan ay kala durkaan aqimidda iyo salaadda gelideeda. salaaddii baa loo aqimay, nabigaa mixraabka galay, mixraab godkana ma lahayn xilliga masaajidka nabigu waa idiin sheegay. markuu nabigu duceeyay inuu salaaddii xidhu xusuusto inuu janaabo qabo, uu soo qabaystay, uu soo noqday, mar labaadna lama aqimin, mar labaadna lama aqimin, tii horen baa lagu daystay. haddii xilliga aqimidda hore iyo soo noqodka imaamka iyo gelidda salaada isu dhow yihiin, inaan aqimid labaad lagu celinayn waa masalatu ijmaac. laakiin idaa taala alfaslu bayna aliqaamati wa bayna takbiirati ixraami alimaam, taasaa la ysku hayaa. marku fiqiyaadku haduu idaa taala alfaslu waa in lagu celiyo, waad garanaysaa warka shaaficiyada iyo fiqiyaadka baabkaa ku jira. ayib, waxaa kaloo ku jira masalada in safafka la simashay ee saxaabadu la qabsadeen oo min addiin oo sunno ah oon xataa safka sima u baahna inay ahayd. cog iqumati salaa faqumna facadalna sufufa, salaadii baa la aqimay, waa istaan safkii baan hagaajinay. nabigu waagu hore waa ku adkan jiray saxaabada, wakii haddii sif walba u simi jiray, ul ku sim, leeb ku sin. sayidina cumarna waagi dambe wuxuuba samaystay rag hawshaa usoo masaajidka markuu ballaadhay ummaddiina badatay, rag buu diri jiray safka soo dhex mara, inta badanna isagaa dhex mari jiray, tuu dhex qaado oo safka toosiyo hagaajiyo ayuu kadib xidhan jiray. marna markay yidhaahdaan ragga uu diray safku waa siman yahay, wax walba waa la ekeeyey, musaalada geli jiray. idan safkoo la simo oo la hagaajiyo waa waajib min waajibaati salaa. qoliyaa sunna ku sheega waa ra'yi daciifa, daliilna ma laha. kabiira meel kabaa'ir weeye safkoo la simi karo in la simi waayo. haddaan safka la hagaajinin online garayna jamaaca ma jirto. haddaan sini walba sidii xerageelkii hal walba meeshay kula sibirbax jirtay iyo ku kaadidaaye nin walba meel iska istaaga, taa jamaaca ma aha. in badanna hawsha waa idin kala hadlay coronavirus baa cudurku idin geliyaa, ha ku tagina. nin baa laga sheegay waxay nabadeen, maxaa nooga daran buuli, waxay nabareen. marka waxaa in lagu tago ayaaba halis ah. mar hadday cabsi timid oo masaajidii ninka ku tukado oo jamaacada hagaajiyay laga baqayo cudur iyo fayras in la kala qaado, jamaacadu waajiba ma aha, way dhacday. laa tajibu aljamaacatu cala almuslimiin. aadaanka waan aadaamaynaa waa shaciira min shacaair alislaami aldaahira, waa la wadi meesha xayi cala salaa hiyo cala falax, waan ku bedelaynaa asalaatu fi riixaal salluu fi biyuutikum, sunnaana ku timid ummaddii in li xayi cala salaa la yidhaahdo, xayi cala falax la yidhaahdo, markay yimaadaanna keep distance la yidhaahdo, waa diin cusub, iska ilaaliya keep distance. ma aqaano wuxuu yahay jimba, ma af garanayo. kala fogaashaha la ilaaliyo baan u maynaa ka wadaa, hala kala fogaado. ummadda maxaad ugu yeedha dad kala fogaynayso, dad kala fiijinayso, maxaad ummadda ugu yeedhay? waa bidca fi diin, iska ilaaliya. jamaaca ma aha, jamaacana ma asixin, waa suuro cusub, wadci cusub oo salaad loo tukanayo, diin cusub weeye.
ظروفته محي كانت عذركم حكاري الجماعة دي محادي قصبة إيسار شيخ مهدوية فانتان أمليني هو رقي سلم ما يوحنك الله يمعنها مسألة ده ظروفته حنون باي من صماها سقط وجوب الجماعة خوف يعبس متجرة هذا قربان نحن كبقيون وحناقان أنه حيران قميص كد الدين سنجري نينتي سيكس كي نينتي سبن كي نيم الهسو نينتي ايت كي قميصو كي نجري حرط الواقع هاد حال كذو وحوهم الله به عليه مركا وحير مكث كم غراطوك ويدين يا كله صوص أو قميص قدينتي أرقى توداده مسألة كده حس صفقة كله ترتان ما كل صلاة من نقصده يقوب بالله بهايا صلاة صلاة وصلا وصدوك أرقى إذا ضاك كفر ده قميص نقولها محمد ايه سيقتروا ولي وحوليج جلسة فوليج واجد دنبانو وحائري هبل نينكو قميص كله يا هي جماعة واجبكم آه نينك حروة إرهرة طبريا ذا هبل لقى قميص كله يا هي هي جماعة واجبكم آه فطولة مية خلدان ذا بسوى خلدان بسوى عندها كتب الشافعية كتب الله كتب الشافعية بيكتب الله عذر الدارة الرد وجوب الجماعة إنه هاي نين دين كقوله أو قطعت ذا كوي استاجة هي هذا مساعد كأقدو يا يا بتشوفه وجوب الجماعة وارد عهيا من قال لي شيء ما هي أنا قلنا مش شيء جن يعني لقوا بين أبو رن نوان لي قالوا لا كي هذا هذا قصلا يان أركا ليب ملها شيخ ما هذا وهذاي هذه مسجد كي يو جماعة الله قبقة هيو عذر جمعة بواجب ماها محا وضع يصور عصب والنبي محمد ولي قد أتكنن والصحابة ولي قد أتكنن والطابعون ولي قد أتكنن انت صعدر ودع الشري طاعون دع هل مجال او ير بحلق سلفك يا الصحابة دي دبا ياقضوا دي طابعين تي سقاشا كن مالين كلي كنا في بحضي كرون فارس محيد كدلي wuxuu idin ka deeyay ma bajireba dadka horan buu wadna xanuunka iyo hargabka iyo kansarka iyo ku soo boodada u dhiman jiray inba iska dhinta waxa soo kordhay sheega ama ilaahay isku xiro safka min gara ka dhigo hagaajiya aysan ka ahayn bidcada ummada ka daaya sidaan in loo tukado maxay ugu qasbahaya nin walba uu halkaa isdaga hal mitir iyo bad meel la mitir عذر كعبسي مساسها واجبك وماها مسادك سوق الكريه كتك اسكبح اما قرق هذا اسكبتك هذين اي سنكا هين صفك ينوها قاتشي كم ملقي قريبا دمان صلاة ينوها قاتشي وركان الفانتين برو مريني مريكا يوروب هذا كتاقد داي قال لي عدانك نمبا يصوعي قال لي عدانك وحيلي يوريدين كان صومالي دي اهي طبعاً طبعاً كقوليها قالك أشيفا، أفك أن دوبنين، أوحى مرسيس أن أوسنشرين، أوحى بإصلاحنا هاي حق الناس سكوا قليل هاي، إن نفتو سكوا بحيسة وعلا هل نفتي كان أنا ورد ماني معاد أخردار، وليه قالوا يا مسلمين با أفضل وحول القرآن بنا خسرنا، قال المحق أخردار. بيهم كو أخسرنا وانا عم وحي كين سدين لتره إشان لتره الحيران ويدي أنا فرنا يقو حرن نقو آخر يا قرآن مرايك ما نصوت إن رجع صعاء إيش يعني هل قاس باشو تاعنت ويدينا يا قال ما هو آخرين كرام بس وين دينا كنون فارس كهلا يي وحن أقول جواب يدين شيء ما هي لأنه وان نحرا يزال إنت أسوأ كفتر المهم وحاوي صفك وإن لها قاتشي صادرت ابن حجر الهيتمي
ومن متأخري الشافعية كتاب قس الزواجر عن اغتراف الكبائر وحقود دري صفكوا لهجاتين وأمل لك لفقاده من الكبائر ذنوب نيتاي نصوص تنوى كتمة دم بيده وين وين نصوص بدن بكتمة صفكوا واثمة إنسان وهجات وإلا إلهي وحصول في قلوب تني وجن سكور كينية وعيدنا كمرد شو واحد كاهين واجب أرجعوش أسكى إلهي قولي الرأي وبيجو يرها قلبت بوحيك يعني مثال مهم جدا وأفريقيا أيام كثيرين وحيد هنا دان النجو مساجدي أن جماعات كي يكيب لست الزود وينو مساجدي والله إيمان مهايو ونو البقر يسوس كذا تكن هذه مساجد اللي إيمان وايانا كروين كودي خرشات كم مساجد بلشت اللقى قاعد يجري باللوايا واجد دمبر مساجد واحد مهايا مرك إنا نكيب ريستانسيجا وضنا جماعة جماعة نجمع إيه وحاب كوجر معنا كله ومسجد كين لا إلى لي أمضي إساج جريتان كين أذان كرلو أذان متعيكم ملها ودكتين أشوك أدين وين الباب كذو تاجن الباب كهذا كاس نح بدل مقل الأذان كجودها كصعب الباب كحولي هاي طيب ربر يوحي كحرنا حتى عتق بناك وبحمى هاي مسجد مستخالة وترنتقية بان ولي بانو وحتى تاي شاهد بانو هاي محل يشكي انو وذات الله الله يريد تاغن يا صلاة عصر كنتي لا اقيمي بالله قالي رقعد الله بات بانكو قال نما نما قيم مكان قالوا مسا نمك اتحاد ثاني هذا وحان تاغن هلكا انا وذات كلا مما قليزين ميكروفون حتى بناه كوب حماي. مركان نقول ظروف كلها خاصة لنا وداد وهوشان أفريقي يبرق على حكاية ترتنا ما هي زي تانا هو صفيرية. هوشا سوى ومسر بان في رجع جورو بان لكن قاب كاس قاب جماعة ما وقاب بدعاء. حكوف لا ترى مساد كله ما دنو والبه كنت كذا إسكي تقول كذا صعبة. اللي صلى لها شنطة واجب كم حاو خير بدن اللي قلت كذا في المساجد في المساجد أما الجماعة بعضي عذر كاردي كيف إذا بدعة أنا الله لا يؤمن ما هي لأنه وحاك إيمان هي قاعدة البدعة محي هاي قاعدة البدعة وحي هاي أما قاعدة الترك قاعدة التقانين شيء والباء أو مقتضيه سيحلق السلف كأوتشري وحمانع الديدين أو سنجرين ففعله بدعة وتركه سنة حلق السلف كعمر ما دعجرين كون كدرا هوا دعجرين بهل داعون ليلة ولو قد ماني وحط اسكدا يكن الضوء حوي أفا باوضواني سيفضوب أن أقبلنا زو كبحنا أفضوبك يوم مدد من جري سلف يا صحابي تابعين كلا جاب شيء إذن عذرك كينا يي إن لك لف فجاهدو صابك كينا يي إن لك لف فجاهدو حلق السلف كواجري وهو المقتضي وحودي إذا يي إن كلا فجاهدن ميجري عرك لف فجاهدن تيل ما أكل وقف تسلف ما نعنا ميجري حقنا ما يسن كلف فجاهني هذا كلف فقاش إلا السماوية في الجماعة وبدعة وتركه إن لقد تقول لك كلف فقانه اللي سكوت لقنا سنة هذه هي قاعدة ترك هذه كله بدعة آل أمد كو عرسان طبعا رم بقى البابا صوب وصنيس موليدك سنة نقون يا سنة موليدك هوليه سنة نقون أقسكي أبي أبي دا سنة نقون سمو قرن نيسان ستي فاضل ما سوب بودي اسكي الى عليا بلا رسول وين هو قشا قاعدة البدعة ما يشهد كل حدين هدو مننا يديك وضنا كلوت طيب وحدثني استلمت بن شبيب المسمعي قال حدثنا الحسن بن محمد بن اعين حدثنا الزهير يعني ابن معاويه زهير مركم ما يشهد دعوه زهير بن معاويه
ابن حديج الجعفي أبو خيثمة أبو خيثمة نكلورن جروي أذكرنا إنسان أبو خيثمة الجعفي طيب زهير بن حرب جاهوري أبو خيثمة النسائي متك هوري أتصور تاني مسلم شيخ يساء وأبو خيثمة النسائي نين كان أبو خيثمة الجعفي كوا زهير بن حرب نين كان زهير بن معاوية ابن حديج الجعفي وكلا دوين سقط بقى معه شيخ اللباد المسلم أما صدحات بن غني حدثنا سوى بن حرب الهذلي عن جاب بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال صحابي وحوري كان بلال بلال وحوى يؤذن كي آذامه إذا دحضت إذا زالت الشمس إذا دحضت مركي ويعطو قرحبه قرحبه مركي ويعطو وحق قلب ذي آدو وظهر قلو أي آذام جري فلا يقيم ما أقيم جرين حتى يخرج النبي إلى النبي وصوبحه ومركو النبي مساعد كم قيهات فإذا خرج مركو النبي وصوبحه وإنها أوسار أقام الصلاة صلاة أقيم الجريحين يراه مركو أركو ما ربنا أنه حديع جرتي إن صحابة النبي قال أنا أريد أسوق إلى النهاية النبي قال هوش صلى الصعودة أو الخاصة حلقوني أصارا طيب كد من مركو أسوق أقيم أي صحابة وكعون النبي قال أركان بأبيع جرتي باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة مسائل بدنا وكل جرينها ساسكا قابسين نعولي اسم الله من أدرك ركعة من الصلاة صلاة الروح ركعة كسو قارة فقد أدرك واهلي تلك الصلاة صلاة أيضا واهلي علي وحدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري أبو بكر التميمي قال قرأت على مالك عن شاب الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة منك الصلاة ركعة كسو قارة فقد أدرك الصلاة صلاة يبوها ليه وقاري فقد أدرك الصلاة مرم بذن بكجرة ولو حيث فقد أدرك وقت الصلاة أداء وي نمو حيث أمي فقد أدرك فضيلة الجماعة لقوضة نمو حيث أمي فقد أدرك حكم أحكام الصلاة متابعة إتمامك سهوك وحلبوك حناواها ليه مركان يسرع عندنا كذب حديث ثابت إنه تلمام إن معناها أصحسن إن شاء الله. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب بن عبد الله أخبرني يونس بن يزيد الأئي عن شاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة نك ركعة صوها ليلة من الصلاة صلاة كمدة مع الإمام إمامك اللجيران كيس كسو قارة نك ركعة إمامك كسو قارة فقد أدرك الصلاة صلاة دواها ليلي حديث كان أبو هريرة وطرق بدنيا وروايات بدنيا هاي ومداره على الزهري آد بارلسكو خلافات وأركيسين مالك عن الزهري وحاكله كحيقي يونس الأيلي عن الزهري بل نسرعنا روايات الزهري حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزيد بن حرب قالوا جمع على حدثنا ابن عيينة حا ابن عيينة أصنع عن الزهري ويهدى وحجزي ابن عيينة قال مسلم حلو وحدنا أبو كريب محمد علاء القشيري أخبرنا ابن المبارك عبد الله بن المبارك عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس عبد الله بن المبارك وحسكو قبطي جماعة وحسكو قبطي معمر ابن راشد أبو عروة أوزاعي أبو عمرو الشامي مالك بن أنس أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة يونس بن يزيد الأيلي أنت حسكو قبطي كلهم ومعي عن الزهري أنت المركة عن الزهري سفيان بن عيونه كم غنانا قدرت عن الزهري واسقه قال مسلم حوري مر لبد حاء وحدثنا ابن نمير محمد قال حدثنا ابي عبد الله بن نمير الهمداني حاء قال مسلم حوري وحدثنا ابن المثنى محمد المثنى ابو موسى البصري حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي جميعا رقن ضمبي جميعا يوجد عبد الوهاب ايوه عبد الله بن نمير جميعا سوى الجرى عن عبيد الله بن عمر العمري جميعا طور اللبدة وذات أدن بيد العلم وأها عبد الوهاب إيوه حدثنا أبي أو عبد الله بن نمير الهمداني عن عبيد الله بن عمر بيكوريين كل هؤلاء كوار مانتو عبيد الله بن عمر كبلو إيوه ذات دي هوري يونس
مالك أوزاعي معمر صفيان بن عيينة كل هؤلاء عن الزهري انتو ضبا كل هؤلاء عبيد الله تكب الله بيس دبوا النقم مركة عبيد الله بن عمر العمري وحين يقول حقي يونس مالك بن أنس أوزاعي معمر صفيان بن عيينة كل هؤلاء كوا رمانتوت رووا عن الزهري بكوريين عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك حديثك يحيى عن مالك حكى واكي بابك كب الله حديثك بابك كب الله بوي حدثنا يحيى بن يحيى سمعنا صمر قال قرأت على مالك تهرو يكون شيئا لفظ قاس وكلي كوريين بمثل حديث يحيى عن مالك وليس في حديث أحد منهم رقم بضان الزهري أردد إساء أحد حديث كسو كجر مجر مع الإمام مع الإمام لفظ قاءه مع الإمام كمجرون مع الإمام مركة يا ليمد طيب وليس في حديث أحد منهم مع الإمام وحال ليمد رواية لحظة هايده أنقصهم مرة ابن وهب عن يونس عن ابن شاب الزهري بس وفي حديث عبيد الله بن عمر العمر حديث سوحا كجرة أون كجرة حديث كمعمر مثل يونس مثل مالك بن أنس مثل أوزاعي مثل سفيان بن عيينة أن كجرين قال وحوي صبنه فقد أدرك الصلاة كلها صلاة ورنبو صوها ليلة ننك الركعات صلاة كسو قارة صلاة ورنبوها ليلة حديث كمرك ورب ذنب كجر ورنك حق السند كأي حق أحكام تبع حق السند ك مدار الحديث هو على الزهري وانا لا اسكو خلاف اردي سبا اسكو مان دافاي طريق يدن او مسلم دورتي وانا او صحيح سن بالاتفاق رجع الى القيقان مركي ودين مش مسلم دوي دافين واي اخر دار قني على الجيزه كنت ضاب قول الصدر هذا الكوار ديري صفحات بك قال لحديث الطرق ديس يزور سي الله اسكو خلاف يبل بحا قدفتي سو ودي او ودي يوحكسو قبقبي متنا وسندا المحفوظ وجماعة الروايات كود خاصة رواية معمري عن عبد الله المبارك والأوزاعي ومالك ويونس إلى آخره وسفيان طرق المصب تريي أيا يا صحة عقود المملكية إن هذا الك مع الإمام وشدود كجر مسلم عقود المملكية وليس في حديث أحد منهم مع الإمام عقول يسدا لأن الرواية يونس من زيد الأيل عن شاب الزهري إن كسو يونس تقيه إمامها فيها نظر طب قد كوبات يرجع علوس مركز الزهري لقاه الله هاي اللي لم بركوده يونس كمجره وطب قد الله بعد يصدحات بقول عهايا هي رجع الزهري لقى قاتو مالك إيو مالك ابن أنس سفيان يا معمر رجع وحيهن دم بلوه إنما كان يقول عبيد الله باكم ذا طيب العمري ورجع العرس لكن يونس روايته عن الزهري مر هذي خلافة الجماعة ذا وحور ربا مسلمين كدرين سيو لفظك مع الإمامة شدود باكجرة وكدرين سينية إشارات يا ربي محدثين تليين مد الورقة إن لقوا عدى يوم إيه ويكون سر بيبا يعني فهم ويه هذا أنت فهمين مسلم بحكوك كتبت محاكا صدنت ميلاس 40 كاضي إيو جوهر البخاري أبي جبرة اسكتشو بخاري طريقة دي سمرها تسعى قال وإشارات بلغة فهم هاي نساء سيدو كالي مسلم واسدا حيلا فنك إنك يقال فهم هاي لفتك يلا يونس محوها اللو سهل بكوية هي في الرواية في أحاديثي الزهري خلافي جاء الحفظ والإتقان عن الزهري أصحاب الطبقة الأولى والثانية من أصحاب الزهري بخلافه مسلم انت سقوط المباركاتك إن أدفانت الربا لما لها طريقا أي حق من حيث السند أفي عن طرق أصور الرياي مسلم من حيث اللفظ حديثك صدح لفظي بالقوة ريا حق اللفظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وتقصه بالله بيئة لأن مالك بن أنس ومن الطبقة الأولى عن الزهري
مالك بن أنس ننفود كوكين كرف الزهر ونادر أما متشرو رجل باودقما طيب رجل باودقما وذا دنا مركز قال كي رجحين لكن وهوله سهولها كذب يونس من الطبقة الثانية أما الطبقة الثالثة ودبر دقي كذب سود وعبد يونس خطأ وقالي يحوض دبر دقي رجل كأود بنا معمري صفياني رجل سود داي عبيد الله بن عمر العمري رجل سيد داي أوزاعي عفوا لما لا لفظ قاسة هو المحفوظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة لفظ قاسة محفوظة لفظ كلا الحديث الجورية مركم من طريق الزهرية وآه من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة لفظ قواشاد بل ومنكر مكوية من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة طرق حديث كروب عن حديث أبي هريرة هين طريق الزهر هين وكأصح ولا غيابة لكن مر كان مر إن حديث أبي هريرة من طريق أبي سلمة عن الزهري وكنت كد الوريقي لفظ من أدرك من صلاة من الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة ومنكر أما واشاد حكم كوي ماذا لفظ من أدرك الإمام جالسا من أدرك الإمام جالسا قبل أن يسلم فقد أدرك الصلاة نك إمامك سوق يا رأسه وفديه ولي سلام النقصانين صلاة دوها ليلي لفظ قاعد بواشاء منكروي كورا بردامة من أدرك ركعة من الجمعة بردامة إذن لفظ أهان هي سند أهم مسلم حوض ورطي أصح الألفاظ وأنقل أسانيد أسانيد مد أقول قروح بنيد أقول نديب سانيد نواد ورطي الألفاظ كي أقول صحسانة وصوت ورطي أنت مركب واسنة كي متنك واحد كجر أما في قيادك ومسألة بدن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وحلق وضع سيد صوابك فقد أدرك وقت الصلاة صلاة وقت كذا واسوق جاري مسائل بانا كجرة نمبا دلن يراه وقان قاره السبي أهب وحوقان قاره في آخر ساعة من الظهر ساعة الظهر قدن بيسي ساعة عصر قدن بيسي تي مخرب قدن بيسي تي عشاء قدن بيسي فجر تي قدن بيسي بو يوقان قاره هدابت وحرك عطن أتكسو قاره الصلاة دي وقت قاره صلاة دي وردن بالوولي هاي أداء بينكم ونقونيس واجب يكون نقن قبضي حائض ظاهد أمدك دلميتك قبتيبا طاهر نقطي في آخر وقتك قدم بيي ورقعت قلي كرتا يدنو حان ليه فقد أدرك الصلاة واجب يكون قطي ضلت ما دنا أدام بيودعي صلاة قضاء قضاء ودعي ميس قال كبا إسلامين نفس الشيء في بلوغ السبي وإسلام الكافر وطهر الحائض والنفساء أي ماشى خصيصا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك وقت الصلاة حكم كلها الله صلاة وقت كيف تسوق يعني ركعة مركة هل كاجل يزو صدح ركعة ضمن الظهر كأي عصر كاجلان صدح هذا محين غنى ينقضم إيه وأدو ما دام ركعة ذيك شيء وقت الظهر ك صلاة الصبح بعد ركعة مركة كنت قرح يسوي بودي فقعد منك تكتب قرح الزبد محل لين هاي صلاة دينا نحن وأد ورعد كوبات بيتيك الراعي سان رانو إينا رانو رعد كوبات طلبات بيراعي سو وقضو إينا كلا نصين وحده حي مترو قضك وضرك أما أدك وضرك أما كلا نصي صدح لما ذب ويشران صدح لما ذهبوا وذا ذاك لقبة لمن كانوا نصية لمن دب سكورة أيوه لمن هرس سكورة سواب كروام حي صدق النبي يقول شيء إن هري له سكورة رقعد بهذا كسوق رقعد وقت أي نحن عضي رقعد الله بعد خارج الوقت ده على أيدنا الدوي تراك حكمته معناها صح معناها أورانيا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أي فقد أدرك فضيلة الجماعة ورنية صح معها
maxaa yeelay axaadiis fara badan baynu sunanka ku soo marray. Ruuxa muslimka ah hadduu gurigiisa ka soo weysaysto oo masjidka uu soo aado oo markuu kadinka maraya la salaama naqsado, fadligii jamaacada inuu leeyahay waa xadiid carkawa. شن حديث كبرن بين أبو داود كم مرة إياه النزاعي ترمي ذا كم مرة كل جودنا صحيحة حفاظنا يكها الله نرجع من أمركم ربيانه وإذا دكوا شكو خلاف في صحيح البخاري أورد يوسيد أيه هل حديث إعلانه كم تروي أرنتي متأخرين نيجي عيل قوية قنوي نرجع مشو استجوا حديث كي بندي سمرة أكبت بهوا والله نقن ماي ولي على طريقة المتقدمين xadiista ilaahay fadligiisiiyo naxariista waxaa weeye ruuxu marba hadduu u soo qasto masjidka aad aadido jamacaad ku soo tukatid hadduu ka gaadhana waa khayr, hadduu ragcad haleelana waa khayr, hadduu atixiyad ku soo gaadhana waa khayr, haddii laga horo salaama naqsadana hee ajirki jamacada wuu leeyahay. Axaadiista marka fara badan ee fadliga dheeraadka ku jira iyo xadiidkan haddaad jamaca ku fasirto way iska hor imanaya. من أدرك ركعة من الصلاة ومن صلاة الجماعة كوضه فقد أدرك الصلاة أي فقد أدرك فضيلة الجماعة ضد أجده محكور من أيه أحاديث تكالي مرك الله مبانو وقت قال لك الله إياه وقت قال لك الله إياه مدك لا أحاديث كلا بابا كنت من روح مسلم كعذور دار كصبح يا محن صدا أما الصفر إن لو قريه fadligii iyo khayrkii uu la iman jiray markuu fayoobaa. Marka macnahaasa u sawaabsan macnaha odhanaya xukma salaaba uu soo gaaray axkaama salaa iyagoo fiqiyaad kalaa ku xiran waan hawl iska dhib badan kusii mashquuli mayno. Waxaa ka dhalanaya ragcad haddaad ka soo gaadhay imaamka adoo matalan musaafir ah yaad ku xidhatay qolyo muqiimiin oo nagiba talaada ku xidhatay ragcad baad ka soo gaadhay salaadi ma gaabinaysid adigu maxaa yeelay salaatul jamaaca almuqiimiin ayaad ka soo gaadhay ragcatan markaa xukmul muqiim baad qaadanaysa waa dhammaystiraysa waa nimanka axkaama salaa ku fasiray. Haddii la mufhuum almukhaalafa xadii ku jira waa maxay ragcad wax ka yar haddaad ka soo gaadho matalan adoo musaafira qolyo duur tukanaya ku soo xidhatay markaad fadhiisatay aad xiyaasatay baa salaama naqsadeed ma afar duhuraa tukan mise laba duhuraa tukanaysaa atciyaadka u dambaysay baad la soo fadhiisata. Sunaduna waxaa weeye hadduu musaafir nin musaafir uu ku xidha salaada nin nagi oo muqiima musaafirka waxaa laga rabaa inuu ku daydo ninkan aan musaafirkayn salaadiisa uu dhammaystiraya. هذا دانو من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أي حكم أحكام الصلاة وإمامك هو له سبا كبول بالحكم من أدرك ما ممكع سهوا وإتماما وقصرا إلى آخره وحق الصبح هي إلى أن يجا مسافر ك أن كسو جار ونك مقيم ك صلاة دي سوى حرك عبدا إما خصي وركيس مركو سلام النقص أنو استعيا لا برق عوض دوران كل فنية maxaa jira kama soo gaaray ragcata min asalaa waxaa ka soo gaaray salaama naqsi iyo atixiyaad inaad fahanteen baan u malaya khilaafka ku jira waqt asalaa iyo fadiilat aljamaaca in lagu fasiro idraaga in lagu fasiro axkaam asalaa taayib sahwiga sidoo kale imaamka horan soo sawo intaan soo gaarinba kadibna ragcad wax dhan baad ka soo gaadhay salaadiisi wixii sahwi oo dhan isagu lahaa uu ku qabanaya markaad dhammayso adna inaad sahwi la timaado sujuud sahwi la timaado haddii ragcad ay ka yar tahayna lagama rabo weeye hore iskaga soco salaadada dhammayso waxbaana sujuuda waa la iman axkaamta macaanideedaasaa ku jirta macaanideedaasaa ku jirta macnahaasaa u saxiisan marka ay nusuusu tusayso in lagu fasiro waqtiga lagu fasiro marka nawu hadalku ku leeyahay hadalku ku leeyahay حديث كذاهر كسوى مؤول بالإجماع معناه سكوضا مؤول لما هي سياقة تصية معايا كم ظاهر كسوى حوى يوليها ننك الصلاة كسوى قارة ركعة كسوى قارة
صلاته انو سو غاري هركا ركعه كو فيلم با لغا فهمايا ظاهر وحدكم سداسا يعني عشيه بو حن كسو غاري امام قال ركعه فعدان بنا تحيات واسلام النص سلام النصنيه وصدح لك الاول فقد درك الصلاه ولي بقيت هذا مو قصي در فقد ادرك الصلاه كلها وحديث عبد الله بن عمر العمر قيبت مع راسه نو انتو فيري وحولي حديث كذاهر كيس ان لقب حول اولو وبالاتفاق وي لكن مع روايات حديث مع راسه لو متشد وانا صوم الري علي بن صومر وحيد ضافه فاتمه واحد كسو قادانا تو كذا مصعر يسمرك مع راسه طيب انا سكتنا ان شاء الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن زيد بن أسلم البناء العدوي عفوا عن عطاء بن يسار ميشن باب كلا كب الله بنية باب من أدرك من الفجر والعصر ركعة قبل غروب الشمس وطلوعها فقد أدرك يا كب الله بنية هل كان كجون عا والله سبحانه وتعالى عليه